بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم اليوم إن شاء الله إزاي نرسم المنظور اللي قدامنا ده، وأقول لكم بعض الملاحظات اللي ممكن إن شاء الله تخلي الرسم بتاعكم أسرع. فزي ما اتفقنا إن إحنا أول ما بنبدأ لازم نحدد أبعاد الرسمة اللي عندي. فمثلا الرسمة دي الأبعاد بتاعتها هي الطول 62 ملي والعرض 44 والارتفاع 50. فأول خطوة إن إحنا بنرسم الكيوبويد اللي بنفس الأبعاد دي. فهنبدأ نرسم خلي دي كده. يبقى هناخد اول حاجة الارتفاع زي ما احنا شايفين كده، الارتفاع بخمسين. فهناخد خط رأسي، ممكن حتى اعمله بالمسطرة كده على طول. اهو خط رأسي في المنطقة دي طوله خمسة، فوليكن هبدأ من عند 20 إلى 15. بحاول بقدر الامكان ان انا ارسم الخطوط بالطول اللي انا محتاجه على طول، بحيث ان انا ممسحش كتير. طيب كده الخط الرأسي، وبعدين هرسم الخط الثاني اللي هو الطول 62. فالخط اللي هو طوله 62 ده ممكن نرسمه كده اهو. طبعا انا ما عنديش تدريج هنا، فمضطر ارسمه اطول شويه وبعدين اقيس عليه. الخط الثاني اللي هو العرض 44، فممكن العرض لان انا عندي هنا تدريج، فاظبط البدايه على رقم صحيح. زي هنا مثلا ظبطت على رقم زي ده 22 اهو، وبعدين امشي 44، يعني 10 20 30 40. هتيجي هنا من عند 44 ونمشي كده لغايه نقطه البدايه. يبقى الخط ده انا رسمته بالطول بتاعه على طول. طيب الخطوه اللي بعدها ان هقفل الكيوبويد، بس طبعا بعد ما اخد المقاس اللي انا محتاجه هنا، قلنا كام 62، فهنقيس على الخط ده مسافه 62. ادي 60 62. الافضل طبعا نمسح الزياده دي من دلوقتي علشان بعد شويه المسح هيبقى صعب. اهي يبقى رسمت اول ثلاث خطوط. بعدين نكمل الكيوبويد من غير ما نقيس اي مقاسات تانية. فهنا اخد خط رأسي، وهنا نفس الحكاية خط رأسي. ومن هنا اقفل الوجه السايد، نقفل المثلث، نقفل الوجه التاني فرونت. ونقفل الطب. طيب كده احنا عملنا اول خطوة اللي هي رسم الكيوبويد. وبعد ما خلصنا رسم الكيوبويد بالابعاد المطلوبة هنبدأ نرسم الدوائر. هبدأ الاول ارسم الدايرة دي والدايره دي والدايره دي. طبعا علشان ارسم الدوائر لازم المحاور بتاعتها تكون موجوده. فالدايره دي المحاور بتاعتها، هذا المحور الرأسي ده والمحور الافقي. طب المحور الرأسي ده هو اوريدي موجود عندنا اللي هو ده، يبقى باقي لي المحور الافقي اللي هو يعتبر محور الدايره دي او والدايره دي والدايره دي كمان. طب المحور ده فين؟ هتلاقيه في نص الشكل بالظبط على ارتفاع 25. يبقى انا هقيس من تحت هنا مسافه 25 اهي، او من فوق طبعا لان فوق زي تحت، ده ارتفاعه كله 50. هقيس انا 25، يبقى انا حددت نقطه المنتصف اهي، وهرسم من هنا السنتر لاين بتاع الدوائر. طبعا هو المفروض دي السنتر بوينت، فالمفروض ان الخط يكون ممتد من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فاحنا هنرسمه برده خط خفيف قوي، لان احنا احتمال نمسحه بعد شويه او حتى ممكن نسيبه زي ما هو، مش مشكله، ان السنتر لاينز ممكن ايه، ممكن تتساب عادي. فهنا هنعمل سنتر لاين خفيف اهو. بعد ما رسمنا السنتر لاين هنبدا بقى نرسم الدوائر. الدايره دي هي عباره عن نص دايره منتهيه عند الخط ده، ونفس الكلام الايه النص دايره الاخير. فهنبدا نجيب شابلونه الدوائر او الاليبس ونختار طبعا نص القطر بتاع دي كام، او القطر بتاعها هنا 30. فانا هختار من الدوائر الشابلونه قطرها 30. نبدأ بقى نظبط الشابلونة على المحاور. ادي ظبطت الشابلونة كده بحيث
ان الشرطتين دول يكونوا منطبقين على الخط ده، طبعا اتفقنا الاتجاه النظر يكون من فوق، الشرطتين دول على المحور ده والشرطتين دول على المحور التاني اهو. بعدين نثبت الشابلونه كويس ونبدا نرسم بقى على طول من بدايه النقطه دي، من بدايه الخط لنهايه الايه الخط من الناحيه التانيه. يبقى انا رسمت النص دايره ده على طول ومتحبر جاهز بحيث ان انا ما احتاجش اعيد عليه تاني. طيب هرسم نص الدايره التاني نفس المقاس برضو اللي هو 30 اهو، هظبط محاور الشابلونه تمام، وبعدين ارسم نص الدايره التاني برضو نفس الحكايه، ايه يبدا من عند الخط ده وينتهي عند نفس الخط كده. احنا خلاص رسمنا نص الدايره التاني، باقي لي بقى بالمره كده علشان اخلص الدوائر اللي على الوجه ده، باقي لي الدايره دي اللي هي قطرها 20. طبعا المحور بتاعها فين؟ على بعد 31، يعني في نص المسافه برضو هنا. فهاجي برضو بالمسطره واقيس هنا 31، ادي ممكن من البدايه اهي، اتاكد بس ان الطول 62 مظبوط، يبقى ادي 30 31 اهو. حددت المكان، هنرسم خط رأسي اللي هو هيمثل محور الدايرة اللي أنا عايز أرسمها اللي في النص دي. برضو رسمته بخط خفيف. هنجيب برضو نفس الكلام الشابلونة تاني ونجيب عند قطر 20، أدي قطر 20 أهو، ونظبط الشابلونة كويس. بعدين نرسم الدايره كامله وبخط تاني. خلاص كده كمان رسمت ايه؟ رسمت الدايره الثانيه. باقي لي بقى مجموع الدوائر الثانيه، وليكن انا رسمت الدايره دي، في دايره هنا موازيه ليها وفي دايره هنا برضو موازيه ليها. علشان نرسم الدوائر دي، طيب الدايره دي هي منتهيه عند الدايره الاولى، يبقى النهايه دي خلاص متحدده بالدايره دي، انما النهايه هنا فين؟ على الخط ده اللي هو علشان نحدد مكانه. هنقول مثلا ان انا عندي خط هنا في السنتر والمسافه بين الخط ده والخط اللي بعده 20، فهقيس 10 يمين و10 شمال من السنتر. يبقى هرسم الاول سنتر لاين، طبعا المسافه هنا 44، يبقى السنتر هيكون على بعد 22. فهنقيس من البدايه هنا اهو، نتاكد بس انها 44 تمام. هنقيس هنا 22، وبعدين هنقيس 10 يمين و10 شمال اهي، 10 كده على اليمين و10 على الشمال. يبقى انا لو رسمت من هنا خطين راسيين هبقى انا جبت الخط ده وجبت الخط ده اللي هم ليهم علاقه بيه الدايرتين. فنبدا نرسم من هنا خطين راسيين، ادي الخط الراسي الاول اهو، برضو اتفقنا هنرسمه خفيف علشان احتمال امسح منه اجزاء، وادي الخط التاني. طيب لما هنيجي بقى نرسم الدايره، المفروض ان انا اعمل لها برضو محاور، يعني الخط ده وفي نصه كده اخد خط في الاتجاه ده ونفس الدايره دي. بس انا هوريكم بقى طريقه دلوقتي ممكن باستخدام الشابلونه مش هحتاج ارسم محاور تانيه. ازاي؟ نشوف مع بعض كده. انا دلوقتي رسمت الدايره دي اللي هي قطرها 30 اهي، فلو رجعت ظبطت المحاور تاني، طبعا انا مش هعيد عليها تاني، انا بس ايه هظبط المحاور اهي، يبقى انا كده ظابط المحاور على دي. طيب الدايره اللي بعدها اللي هي دي ايه علاقتها بيها؟ مشيت في الاتجاه ده مسافه مقدارها كام؟ تعالوا نحسبها كده بسرعه، دي 44، مسافه من هنا لهنا دي 20 صح؟ يبقى اللي باقي 24، 24 تقسمه على الاثنين يبقى دي طولها يطلع 12 ودي طولها ايه؟ 12. يعني انا لو مشيت 12 مللي في الاتجاه ده هجيب النقطه دي، ماشي كده؟ فممكن على طول اروح جاي احط المثلث ده على اي رقم من الشابلونه، اي رقم صحيح، وليكن مثلا احط انا الزيرو عند رقم 10 اهو. مركزين كده في النقطه دي، الزيرو هنا عند رقم 10 هنا. لو انا مشيت بقى كده، ادي كده مشيت ملي 2 3 وهكذا، ادي 10 ملي، ادي ايه 12 ملي. يبقى انا كده مشيت بالشابلونه في الاتجاه ده 12 ملي. اثبت بقى الشابلونه وابدا ارسم
نص الدايرة اللي هو من الخط اللي أنا رسمته ده وينتهي عند إيه؟ نهاية الخط اللي هو بيمثل الدايرة. كده إحنا رسمنا أول إيه؟ أول دايرة. ممكن بعد ما رسمت ده أجي هنا وأروح راسم الخط الأفقي ده. أهو كده رسمت الخط الأفقي. نقطة النهاية دي بقى اللي هي منها الدايرة، أرسم منها الدايرة الأخيرة اللي هي دي. فممكن أظبط الشابلونة أهي، اتفقنا إن قطرها 30 أهي، ظبطتها على المحاور دي. يبقى أنا رسمت محورين بس في الأول، وبعدين برسم منهم كل الإيه؟ كل الدوائر اللي في الاتجاه ده أهي، وأحط المسطرة أو المثلث وامشي بالشابلونة لغاية ما يوصل للنقطة دي اللي هي بتمثل في الرسم عندي النقطة دي. طيب فهنبدأ بقى نمشي كده بيها. ادي كده طبعا انا مركز على ايه؟ الدايرة اللي هي ال 30 لغاية ما رحت عند النقطة اللي انا عايزها اهي. اظبط القلم بحيث ان هو يبدأ منها، تمام، اكمل لغاية ما توصل ايه؟ للخط اللي احنا عارفينه. يبقى انا كده كمان قدرت ارسم الدايره دي وقدرت ارسم الدايره دي بدلاله المحاور اللي انا كنت راسمها هنا. لو انت عارف مسافه معينه ممكن تحرك الايه؟ الشابلونه المسافه دي وبعدين ترسم. لو انت عارف ان الدايره بتمر بنقطه محدده ترسم النقطه دي وبعدين تحرك الشابلونه لغايه عندها وبعدين ترسم. بس اتفقنا ان اتجاه تحريك الشابلونه باستخدام ايه؟ مسطره او مثلث، وهو ده في الوضع السليم بتاعه. تحط الايه؟ المسطره بحيث تبقى منطبقه على الشابلونه وتحرك الشابلونه في الاتجاه ده. يبقى احنا بالطريقه دي قدرنا نرسم كل الدوائر اللي عندنا. ادي الراجع تاني اهو، ادي الدايره دي والدايره دي اترسموا. الدايره الاخيره الارك ده اترسم، وادي الدايره دي كمان اترسم. كده باقي لي الخطوط. نبدا بقى نرسم الخطوط برضو، ونحاول ان احنا نرسم الخط بالطول المطلوب على طول علشان ما نضطرش نمسح كتير. طيب هنبدا هنا وليكن مثلا من الوجه ده ونكمل الوجه. فاحنا عندنا النقطة دي موجودة، النقطة دي معروفة اللي هي هي النقطة دي، صح؟ يبقى أنا مجرد من النقطة دي أرسم كده خط أهو، أنا رسمت الخط ده بنفس وضع المسطرة وأروح راسم الخط إيه؟ الأخير، لأن هما الاتنين على نفس الارتفاع. خلاص؟ يبقى أنا هنا رسمت أدي الخط ده وكده وكده، يبقى أنا رسمت إيه؟ المجموعة دي، برضو الثلاث خطوط دول أهم، الثلاث خطوط دول موجودين هنا. ممكن بقى دلوقتي وأنا موجود في نفس المكان ده أمسح على طول الزيادات اللي موجودة في الوجه ده علشان ما أنساهاش بعد شوية. خلاص. نبدأ بقى نشوف الوجه اللي في الطب. أنا عندي الوجه ده مرسوم الخطين دول، بس أنا عندي المسافة دي 28، المسافة دي كلها 62، يعني هنزود عليها أدي 2 تبقى 30، 34، نزود عليها 34، 34 على الاتنين يبقى المسافة دي هتكون 17 والمسافة دي هتكون 17. يبقى بما إن عندي الخط ده فأقدر على طول أحدد النقط دي اللي هي على بعد إيه؟ 17 من كل ناحية. فهنجيب المسطرة وثبتها على الخط ده اهي اللي هو طوله 62، مظبوط. هاخد من هنا 17، وبعدين ممكن نقيس المسافه الثانيه اللي هي 28، فهاجي هنا واقيس من هنا ادي 28، يبقى اللي باقي المفروض يكون 17. طبعا نتاكد منه، تمام كده 17. طيب يبقى انا بعد ما حددت النقطتين دول اقدر ارسم بقى الخطين دول على طول. فنقدر نرسم الخطين دول بالمثلث ال 30 اهي. ادي الخط الاول اهو، وادي الخط الثاني. طب واضح هنا ان الخط ده انا مش هحتاجه، صح؟ فممكن برضو ايه؟ نمسحه على طول لان هرسم خطوط تحت وعمليه المسح هتكون صعبه. فممكن هنا نبدا ايه؟
نمسح الخط الزائد هنا على طول. طيب نفس الحكاية برضو الخط ده احنا مش محتاجينه. نيجي على الخط ده نمسح البداية من هنا والنهاية وبعدين نكمل مسح. طيب كده مسحت الخطوط اللي انا مش محتاجها فوق. بعدين هنزل من اي نقطة سواء من النقطة دي او من النقطة دي مسافة كام؟ مسافة 8 مللي. يبقى هنزل من هنا بخط رأسي خط رأسي اهو وقيس عليه مسافة 8 مللي. اهي يبقى انا حددت كده نهايته. اقدر بقى ارسم نفس الحكاية ارسم منه ممكن ارسم منه على طول الخط الافقي اهو وارسم منه كمان. يبقى انا كده برسم ايه؟ رسمت الخط ده. اقدر ارسم منه كمان الخط ده. يبقى نقدر من هنا نرسم خط في الاتجاه ده نحاول ايه ننتهي تحت النقطة دي. يعني ما نطولش قوي. اهو وبعدين انزل من النقطة دي لغاية ما اقابل الخط ده. اقابله في نقطة اللي هي النقطة دي. منها على طول اروح راسم من غير قياسات ولا حاجة. اهو اروح راسم الخط الاخير. ومن هنا ارسم الخط ده. يبقى انا كده رسمت مجموعة الخطوط الرأسية اللي فوق اهي. باقي لي بس ايه مجموعة الخطوط دي. الخطوط دي فيهم خط اللي هو الافقي ده. طبعا برضو الخط ده مش هنحتاجه فممكن نمسحه من دلوقتي ونخلص. اهو. بعدين هنرسم خط في الاتجاه ده. طوله كام بقى الخط ده؟ زي ما اتفقنا هنا الخط ده هو نفسه ده يعني طوله كام؟ 12. فممكن اجي على هنا على طول واظبط هنا على رقم صحيح وامشي كده من هنا مسافه 12 جاب لي عند النقطه دي. خلاص؟ من النقطه دي هرسم خطين على طول، واحد راسي والتاني ايه؟ افق. فمن هنا ممكن ارسم الخط الراسي على طول اهو مش محتاج بقى هنا اي قياسات خلاص. وبعدين ارسم الخط الايه؟ الافقي في الاتجاه التاني. طيب كده اللي بقى لنا ايه؟ اللي بقى لنا رسم المربع ده او المستطيل ده. المستطيل ده ابعاده كام؟ 18 في 14 بس انا عايز اجيب البدايه بتاعته، فالبدايه بتاعته من تحت هنا على ارتفاع 16. فممكن نيجي على الخط الراسي اللي احنا راسمينه ده ونقيس عليه 16 مللي لفوق. اهو كده لو قست 16 ادي 16 اهي. وفوق ال 16 كمان في ارتفاع كام؟ 18. يبقى ممكن من نفس النقطة دي كده وأقيس ارتفاع لفوق 18. يعني أنا كده ممكن أرسم خطين أفقيين يمثلوا لي بداية الشكل ده والنهاية بتاعته من هنا. ماشي كده؟ فهنبدأ برضو بالخط المثلث ال 30 ونرسم من هنا خط خفيف. طبعًا أنا أكيد الخط ده مش عايزه في المنطقة دي، أنا عايزه بس هنا في الحتة اللي هي بين الخطين دول، صح؟ وهنا كمان اهو. يبقى هرسم هنا خطين ايه خفاف كده بالارتفاع ده. طيب عايز بقى الخطين الجانبيين. الخط الجانبي ده هنا بيقول المسافه دي 3 يعني بيبعد عن ده 3 وده طبعا هيبعد عن ده 3 لان الشكل متماثل. فممكن اجي على نفس الخطين اللي رسمتهم اهو واقيس من هنا من نقطه التقاطع مع الخط ده 3 مللي. ونفس الحكايه من نقطه التقاطع مع الخط الثاني اهو 3 مللي برده في الاتجاه ده. يبقى انا كده اقدر ارسم الخطين الراسيين اللي هم يعتبروا نهايه الشكل المستطيل اللي انا عايزه. اهو نيجي من هنا نرسم ادي الخط ده ومن هنا نرسم الخط الثاني. طبعا انا هحبر بس ايه الجزء ده. يبقى انا محتاج امسح
الاطراف بتاعته. كده انا خلصت الرسمه. لو رجعنا عليها تاني كده ايه، مفيش اي حاجه ناقصه الا ممكن الخط ده. فالخط ده من هنا اهو ومايل كده بزاويه كام؟ 30. اهو نبدا بقى دلوقتي عمليه التحبير. نحبر بسرعه علشان نشوف الشكل النهائي. اتفقنا التحبير بتمشي بنظام. اهو انا كده مثلا ماشي بنظام ان انا هاخد الخطوط الرأسية كلها الأول. طبعا نراعي واحنا بنحبر ان الخطوط تقفل مع بعضها كده. خط الخطوط الرأسية ممكن اخد بقى الخطوط المايلة في الاتجاه ده. طبعا نحاول ان عملية التحبير تكون بطيئة ودقيقة لان المسح فيها بيكون صعب. كده حبرنا الخطوط في الاتجاه ده، نحبر بقى الخطوط في الاتجاه التاني. طبعا انتوا ان شاء الله تطلعوا الرسم احسن من دي، لان انت بيبقى عندك بقى حريه الحركه، ممكن تلف اللوحه او تقوم انت تقف في مكان مناسب بحيث ان انت تبقى شايف كويس. انما انا ببقى مقيد شويه بايه؟ بمكان التصوير. اهو هنا وانا بحبر اكتشفت ان الخط ده ناقص، اروح محبره على طول عشان ما ينساوش. كده يبقى انا حبرت الرسم بالكامل واتفقنا ان ممكن السنتر لاين ده ايه نسيبه. برضو حبيت تمسحه مفيش مشكله، ممكن باستخدام الشابلونه تمسحه ان شاء الله بسهوله. نعمل بس زوم كده على الرسمه النهائيه. طبيعها مع الرسمة دي كده تمام، كل الخطوط موجودة، يبقى كده انتهينا من الرسمة. أتمنى المقطع يكون مفيد لكم وربنا يوفقكم جميعا.